السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. بعد تمكن المرشح عبد المجيد تبون بالفوز بالانتخابات الرئاسية في الجزائر التي أجريت يوم الخميس الماضي، وذلك بعد حصوله على 58% من الأصوات، بحيث أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية يوم الجمعة الماضي فوز عبد المجيد تبون كرئيس للبلاد بعد سادس انتخابات رئاسية في عهد التعددية السياسية وفي ظل الانقسام الذي تعرفه الجزائر ما بين مؤيد للانتخابات ومعارض لها. وبعد الانتخابات للجارة الشرقية للمغرب، شدد الملك المغربي محمد السادس في برقية تهنئة إلى الرئيس الجديد للجزائر عبد المجيد تبون، دعوته للجزائر لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وطي خلافات الماضي والتوجه إلى المستقبل لما فيه مصلحة الشعبين الجارين. وجاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الملك محمد السادس لعبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقد قال الملك محمد السادس في هذه البرقية: إنه على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية. وأضاف جلالة الملك أنه إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات التقدير. وفي هذا الصدد، يعتبر الأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن برقية التهنئة التي بعثها الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري هي تقليدية وتدخل في إطار علاقات الدبلوماسية التي تجمع بين البلدين. وبغض النظر عن الخلفيات المرتبطة بانتخابات الرئيس الجزائري، أو بالنسبة للمشاركة الشعبية في هذه الانتخابات، أو بالنسبة للانتخابات الشعبية المتواصلة في الشارع من قوى الحراك، فإن المغرب يعتبر على المستوى السياسي والدبلوماسي أن من واجبه أن يقوم بتهنئة الرئيس المنتخب ويتمنى له التوفيق في مهامه. لكن عند قراءتي ما بين سطور برقية تهنئة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري، يعتبر في هذه الرسالة أن هناك تجديد للدعوة المغربية إلى الجزائر من فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين الطرفين، خاصة العاهل المغربي الذي يذكر في الرسالة التي بعثها إلى المسؤولين الجزائريين إبان حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي أشار ضمنها إلى أن المغرب يرغب في إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر من دون وسيط بحكم التاريخ المشترك بين البلدين، بغية تجاوز الأزمة السياسية والخلافات التي تنخر العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي أدت إلى غلق الحدود البرية بين الجارين. وسبق للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء أن اقترح آلية مشتركة للحوار المباشر والصريح مع الجارة الشرقية الجزائر لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وبخصوص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ففي يوم إعلانه رسميا كخليفة لعبد العزيز بوتفليقة، اختار الرد على سؤال يتعلق بحل المشكلات بين بلاده والمغرب ومسألة غلق الحدود بين البلدين بتصريح مفاجئ، وأن الأزمة مع المغرب وإغلاقه للحدود لها أسبابها، وزوال العلة يكون بزوال أسبابها. ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن التصريحات الأخيرة لتبون تجاه المغرب يفهم منها أن كل شيء بالجزائر ممكن أو قابل للتغيير إلا النظام الجزائري ومواقفه تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما تعد انتصارا لقادة الجيش الجزائري الذين يمثلون المعسكر الأكثر تشددا في موقف الصحراء والعلاقات مع المغرب. فمن الناحية الدبلوماسية، نهج الرئيس الجزائري منهجا خارج الأعراف الدبلوماسية بعدما جعل من المغرب هدفا لحملته الانتخابية، إلى حد مطالبته المملكة المغربية بتقديم اعتذار رسمي مقابل قبول الجزائر فتح الحدود. ويرى المحللون السياسيون أن تصريح عبد المجيد تبون تجاه المغرب هو خارج السياق، لكن يحمل في طياته رسائل مهمة جدا، وهو أن تبون بمثابة بوتفليقة جديد، أي رئيس جديد على مستوى الشكل لكن قديم على مستوى العقلية وعلى مستوى المواقف من العلاقات المغربية الجزائرية.
وبالتالي فإنه يمكن القول أن رئيس الجزائر الجديد ما هو إلا استمرار لمواقف النظام السابق والنخبة العسكرية الحاكمة. وقال ميلود بن القاضي أنه يمكن لهذا الرجل أن يصعد العلاقات مع المغرب أو يصعد العلاقات مع المغرب، خصوصا وأنه أثناء ندوته الصحفية اتهم المغرب بنوع من الكذب حينما تحدث عن أحداث مراكش، وقال أن هناك مسؤول فرنسي أو غربي أكد أن المسؤولين عن تلك العملية هم مغاربة وليسوا جزائريين، وطالب من الرباط الاعتذار، وهو غير مقبول لا سياسيا أو دبلوماسيا، حيث هذه الأمور تحل عبر قنوات الدبلوماسية الثنائية أو الدولية. وأشار إلى أن هذا التصريح للرئيس الجزائري فيه رسائل إلى المغرب بأن الحدود ستبقى مغلقة، وأن مواقف الجزائر تجاه القضية المغربية الصحراء ستبقى ثابتة. إذا لم نقل يمكن أن تعرف بعض الصدامات مستقبلا. وهذا وقد أعلنت السلطة المستقلة لانتخابات الجمعة فوز عبد المجيد تبون الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء في السابق بانتخابات الرئاسة.